اهلا بكم. لو بتعاني من الام في الركب والمفاصل وكذلك الام اسفل الظهر وبتطلع لك اورام في اماكن مختلفه، كل ما انصحك بانك انت تستخدم عشبه القشنه او طحلب الانشا او فطر الانشا، تقدر انك انت تبحث عنه في جوجل، كذلك ايضا زيت حب الرشات. احنا هنجيب القشنه زي ما انتم شايفين كده بالظبط، نجيب مقدار مثلا وليكن 5 جرام او 10 جرام من القشنه اللي انتوا شايفينها دي قدامكم بالظبط، تمام اهيت. بعد ما نجيبها نقوم بايه، نجيب زيت زيتون وزيت حب الرشاد، لان زيت حب الرشاد معروف سبحان الله ان حب الرشاد من افضل الاشياء اللي بيعالج المفاصل. جينا بقى لطريقه الاستخدام، ازاي ان انا استخدم القشنه اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت مع زيت حب الرشاد. شوف يا اخي الكريم، هنمسك القشنه نطحنها، يعني نطحن قيمه 10 جرام، يعني كميه حلوه كده من القشنه. بعد ذلك نمسك زيت الزيتون مع شويه زيت حب الرشاد، اهم حاجه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا في الامرين من الشفاء؟ الصبر والثفاء، والمقصود بالثفاء اللي هو حب الرشاد. ناخد زيت الزيتون مع زيت حب الرشاد ونحطهم على النار لحد ما ندفيهم، ونخلط عليهم القشنه ونقلبهم مع بعض لمده 4 دقائق بالظبط. بعد ذلك نيجي على المكان اللي فيه الألم، زي الألم اللي موجودة أسفل الظهر، وندهنها في أسفل الظهر، وكذلك ندهنها في الركب والمفاصل. لو في أورام في الركب والمفاصل إن شاء الرحمن هتختفي تماما. وكذلك لو أنت عندك أي عضو ضعيف، تقدر إنك أنت تستخدم القشنة وزيت حب الرشاد وزيت الزيتون مع بعض، وتدهن العضو الضعيف ده سبحان الله بتقوي لك منه وبتخليه يرجع لطبيعته مرة تانية. بمعنى إن لو في حد مثلا تعرض لكسر أو تعرض لجلطة دماغية أو تعرض لمثلا شلل في اليد، أنصحك إنك أنت إيه تغسل تدهن يدك دايما بالقشنة وزيت الخردل وزيت حب الرشاد، بيقوي لك من العضو ما بيخليهوش يضعف، علما إن الأشخاص اللي بيصابوا بجلطة بيحصل عندهم ضمور في العضلات، وان الدراع ما بيكونش قوي زي الاول في الجنب اللي فيه الجلطه او الشلل والعياذ بالله. انصحكم ان انتم دايما تستخدموا القشنه مع زيت حب الرشاد مع زيت الزيتون بعد ما تسخنوهم على النار زي ما قلت لكم، وتدهنوا بهم الموضع، هتلاقي الموضع قوى ورجع لطبيعته زي ما كان بالظبط ان شاء الله. ودي وصفه سبحان الله مجربه، وتقدر انك انت ترجع ليها في كتاب الشامل في الصناعه الطبيه لابن النفيس في امراض ليس لا اختصاص بعضو في باب القشنة، هتلاقي فوائدها في القضاء على الأورام اللي موجودة سواء كانت أورام حميدة أو غيرها، كذلك أيضا بتجففها للورم اللي موجود ده، وبتقويتها للركب والمفاصل، وإزالتها من الآلام وتحليل المادة الموجعة زي ما ذكر ابن النفيس. لو عندك أي وصفة بتقضي على آلام الركب والمفاصل وآلام أسفل الظهر، يا ريت تضعها لنا في كومنت أسفل الفيديو. ولو عجبتك الوصفة ديت ما تنساش إنك أنت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتنشرها لأصحابك، فتدل على الخير كفاعله. شكرا على المتابعة، لا تنسوا دعم المقطع بلايك، والسلام عليكم.